ولمزيد من إثراء الحديث حول التفاف الشعب المصري وتسطير التاريخ من جديد من خلال هذه الثورات الشعبية، انضم معنا الآن مباشرة الخبير الاستراتيجي اللواء مختار قنديل. مرحبا بك سيادة اللواء. يعني هناك العديد من التواريخ سيادة اللواء، 25 من يناير و 30 يونيو، وإذا رجعنا بالتاريخ إلى الوراء فنحن نتذكر 23 من يوليو، ثورة الشعب المصري والانتفاضات المصرية والتفاف الشعب المصري بالكامل من أجل تحقيق حريته وكرامته. يعني فلتحدثنا سيادة اللواء عن هذه التواريخ الفارقة في تاريخ مصر الحديث. والله حضرتك، يعني ثورة يوليو اللي قام بها الجيش والشعب أيدها، ولأن ثورة يوليو كان الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية، إنهاء النظام الملكي الفاسد، بناء جيش قوي، بناء ديمقراطية سليمة. هذه الأهداف كلها الشعب آمن بيها وأيد الثورة وأيد جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في هذا الوقت. حضرتك، أنا كنت خريج سنة 65 أو 64. طبعا جماعة الإخوان حصل إنهم برضو ابتدوا مع جمال عبد الناصر، ابتدوا يفكروا في عمليات تخريب وبالاستفادة أو باتباع تعليم سيد قطب، اللي هو إن إحنا في مجتمع جاهلي يجب تغييره بالقوة إذا لم يتم تغييره سلميا. وابتدوا يخططوا فعلا لعمليات نسف وتخريب، تخريب نسف محطة شمال القاهرة الكهرباء. آخر حاجة كانوا عايزين ينسفوا الأنشطة الخيرية، والمحكمة لما حكمت سيد قطب وحكمت عليه بالإعدام وهو بيعدم قال أنا حزين إن إحنا ما نسفناش الأناطر الخيرية، لأن كان عايز ينسفها ليه؟ عشان يغرق الدلتا والناس دي تموت الجهلة دي ويجي ناس كويسة تانية من الإخوان، هم المسلمين الحقيقيين، هم متخيل كده يعني. فطبعا كان في جولة ضخمة جدا أو عنيفة بين جمال عبد الناصر وقيادة الثورة يوليا مع الإخوان. أنا عصرت في هذا الوقت كتاب طلع اسمه جرائم عصابة الإخوان. اتمنى دلوقتي هيئه الاستعلامات او اي جهه في مصر تطلع كتاب عن جرائم عصابه الاخوان من اول ثوره 23 يوليو لغايه حتى اليوم. ايه الجرائم اللي ارتكبتها هذه العصابه؟ كلها اعمال تخريب وتدمير وما عملوش عمل ايجابي او مفيد للشعب المصري. يعني اذا كنتوا جماعه دعويه بتدعوا الاسلام، ايه الاعمال اللي عملتوها؟ ما فيش حاجه عملوا الاسلام، ده اساءوا الاسلام ودمروا سمعه الاسلام. صحيح. انما كل الاعمال اللي قاموا بها اعمال تخريب. طبعا يعني وهناك يعني اخطر من ذلك طبعاً، من جوانب اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه كان هناك ايضا جوانب اخرى اكثر خطوره. يعني كان معنا سياده اللواء منذ قليل الكاتب الصحفي بلال الدوي، تحدث عن ان هذه الجماعه كانت تخطط لانشاء يعني جيش او جهاز او منظومه جيش مقابل الجيش المصري، ولا سيما ايضا جهاز شرطه موازي للشرطه المصريه وجهاز اخر للمخابرات يوازي المخابرات المصرية. يعني أنت كخبير استراتيجي سيادة اللواء، فتحدثنا عن تفاصيل هذه أو هذا المخطط الذي خططت له هذه الجماعة الإرهابية. وحضرتك، يعني أنا كنت متابع برضو الثورة وحكم الإخوان، يعني كان دايما بيطلع صفوت حجازي. أنا كنت يعني أنا كنت مسميه قائد الحرس الثوري المصري، الفريق صفوت حجازي على غرار الحرس الثوري الإيراني. فهم كانوا بيخططوا الحرس الثوري البلتاجي وصفوت حجازي ومرسي، يعني كان في تخطيط فعلا لإنشاء حرس ثوري على غرار أو على نظام الحرس الثوري الإيراني. والجهاز مخابرات ليهم، هم لهم عملاء في كل، في لهم أذناب في كل مكان في مصر. يعني لغاية دلوقتي لهم ناس بيجيبوا لهم اخبار الدوله كلها. يعني ما زالوا تحت الارض، يعني يجب البحث عن الناس دي وتطلعها من تحت الارض ونحاسبها. فكان هو، وبعدين كل شويه اعاده هيكله الشرطه. كان الغرض منها تدمير الشرطه والقضاء عليها، يعني الغرض كله كان تخريب الدوله وهدمها، وطبعا بناء الدوله على كفهم. الدوله كانت هتبقى كلها عباره عن عصابه الاخوان هي اللي بتحكم مصر، ضد طبعا تبع الخلافه المزعومه. هذا يعني هذا الحديث سياده اللواء الذي تتحدث عنه هو هدم الدوله، هذا الفكر هو فكر الاناركيه وهو هدم الدوله واعاده البناء من جديد، على الرغم من ان يعني الانبياء والرسل حين تم ارسالهم الى شعوب ومجتمعات بها العديد من الفساد لم يكن هذا هو الفكر، فكر الهدم ثم البناء، ولكن اصلاح ما هو موجود في هذه المجتمعات التي يعم بها الفساد.
وهم يعني يتصدقون بالإسلام والإسلام منهم براء. عملوا لا لا ما فيش إسلام حضرتك، ده هي الإسلام ده يعني سبوبة أو يعني شعار بيتعلقوا به للوصول للسلطة. يعني الأخوان المسلمين لا يبغون الإسلام ولا خدمة الإسلام، هو الغرض كله السلطة والثروة والنفوذ والانضمام تحت راية خلافة إسلامية مزعومة. يعني يعني الحاجات العجيبة اللي أنا زعلان عشانها جدا وحزين إن إزاي أسرار مصر تتاخد من مكتب الحرس من رئاسة الجمهورية يا مرسي وتباع لقطر بمليون دولار. أسرار مصر العظيمة دي، الجيش المصري والمخابرات المصرية بمليون دولار أبيع ده، لو يعني أنا لو ببيعها أبيعها بألف مليار دولار، إنما مش مليون دولار، ده باعوها بتراب الفلوس طبعا ولا تقدر بثمن. سيادة اللواء قطر خدت ال بقول لحضرتك بألف، أنا لو ببيعها أنا لو هبعتها يعني لا تباع لا تقدر بثمن، أبيعها بألف مليار مش مليون جنيه. نعم لا تباع. طب يعني سيادة قطر طبعا خدت الأسرار بتاع الجيش المصري وال سيادة اللواء يعني خدت هذه. نريد أن نتحدث عن شيء أهم أيضا يعني يجمع كل هذه الثورات 25 من يناير و30 من يونيو و23 من يوليو، كل هذه التواريخ تتحدث عن أن هناك نسيج اجتماعي واحد وهو المسلمين والأقباط، يعني الكل هو مواطن مصري أو مواطنين مصريين، ليس هناك تفرقة ما بين المسلم والقبطي. كيف رأيت هذا التوحد من قبل النسيج الاجتماعي الواحد في الشعب المصري لمواجهة هذه المخططات وإرسال رسائل عديدة للعالم أجمع؟ هو رسالة الرئيس السيسي في 30 يونيو أما اجتمع معاه وهو في وسطهم بيعلن القرارات اللي هو خريطة المستقبل، كان من ضمن الموجودين البابا توادرس. يعني البابا توادرس كل الناس باركت الخطة وخطة المستقبل. وبعدين ثورة 30 يونيو والرئيس السيسي بيعلي المواطنة، كلنا مواطنين، وشيخ الأزهر بيعلي مبدأ المواطنة وقال هذا الكلام في كل مكان، بيروح أوروبا في كل حتة، الإسلام لا يمنع الآخر من ممارسة شعائره أو حياته. كلنا مواطنين وكلنا لنا الحقوق ونفس الواجبات. ولكن يعني هذا الفكر عن المواطنة لا يوجد يعني في هذا الفكر يعني لجماعة الإخوان، والفكر يعني فكر البنا وفكر أيضا القطبي الذي تحدث عنه لا يعني حديث عن يعني مواطنة ولا انتماء إلى وطن. على الرغم أيضا يعني إذا رجعنا إلى النموذج لنا في الإسلام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حزن حزنا شديدا عندما غادر مكة، لأن مكة كانت هي المدينة التي ولد وتربى فيها. أيوة بالضبط. فحضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرض الإسلام على حد، يعني اليهود سابهم يعني لم يجبرهم على الإسلام ولم يجبر حتى الكفار على الإسلام. يعني هو في القرآن بيقول كده، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أو لآمن كل من في الأرض. ربنا عايز الإنسان جايله مختار. نعم. يعني باختيار.